السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. ان شاء الله يا ربي يكونوا الفيديوهات اللي قبل كامل عاجبينكم، وهذا تاع اليوم ثاني ان شاء الله يعجبكم. وقبل ما نقول لكم السوجي تاع اليوم، ما تنساوش تشتركوا في القناة اذا كنتوا جدد، وتفعلوا الجرس وديروا لي اعجاب الفيديو. يا اخي بلاش ماشي بصوارد، فضلا وليس امرا. وثاني البنات تقدروا تتواصلوا معايا في الفيسبوك في الصفحة منوعة الجوهرة، تلقاوها نفس الصورة اللي حاطتها في الفيسبوك في اليوتيوب. وثاني منوعة الجوهرة اون فرونسي، راح تلقاو الرابط تاع الانستغرام والفيسبوك تحت في صندوق الوصف. المهم البنات، مادامكم شفتوا جوهرة يعني اليوم كاين قش. وش هو السوجي تاع اليوم؟ بون، انا وصلت مرت خالي على حوايج في الجي، حوايج يتباعوا لثما، وحوايج جابتهم لي من عند وحده حبيبتها ايميغري، تجيب حوايج من فرنسا ومن الاسباني وما عمباليش منين ثاني. المهم شريت عليها حوايج، ان شاء الله يا ربي ينالوا اعجابكم. بون، راح تشوفوا الاولى. بون، هذه هي الاولى حبيباتي، لا كولور تبان قاصحه شويه في لاكام كيف كيف. بون لا كولور صح، ماهيش راه ماهيش كذا تبان صح كيما في الصح، هي مايله للغوز بوكو بلوس. بون، هذه من فرنسا نورمالمون، مام تيكي تاعها باللي من فرنسا، السعر تاعها ب 420 خلاتها لي باسكو شريت عليها هكذا من مره. استغفر الله، هذه فاش راح نلبسها؟ راح نلبسها بيان سور مع راجلي، مناسبه هكا بيني وبينه، مادامني داري وحدي ماذا بيا نلبس، نعيش حياتي، مانيش راح نغبن روحي، مانيش راح نلبس القنادر وهذاك. ومام اللي دارها مع شيخها تقدر في لاشومبر تلبس واش حبت، ولا ثاني كي تروح لوتيل مع راجلها في وسط شومبرا ولا سويت تلبس تكون اليز. لازم تعيشي حياتك وتعيشي صغرك سورتو، مثل مش يعني زوزتي يعني نهاية العالم. بزاف راهم يقولوا كي تزوزي وتكرهي وكلش، لا انا نعرف بزاف صحاباتي زوزو ولاو العكس، ولاو حوايج يلبسو خير من اللي كانوا قبل ويحطوا الحطة خير. راح نقرب لكم، شوفوا حبيباتي باسكو المنكن تاعي كيما على بالكم جوهرة، ترا صغير ماهيش ما تبينش بزاف الحاجة، والله راهي تبان اورانج لا كولور في الكاميرا بصح هي ماهيش هكا. بون، جات الاستيك، والحاجة اللي عجبتني فيها هي انها من تحت تجي شغل واقفة هكا بومبي. راح نفوتو لا غوب الثانية. بون، لا غوب الثانية حتى هي ميني، هذه شريتها ب 350. اللي عجبني فيها اكثر هي من لورا، راح تشوفوها كيما راكم تشوفوا حبيباتي. من لورا جات سكاي، شغل دينو وفيها فولار ولتحت فولار قماش من الفوق. شوفوا البنات حتى هذه كي تلبس تجي روعه، سورتو منا جوغ ترسم لاتاي من الفوق، ترسم لاتاي وتجي روعة. شوفوا حبيباتي، راح ندور لكم كيما راكم تشوفوا هكا. راح نفوتو للدوزيام، شوفوا حبيباتي هذه لا غوب الثالثة بس يلا تقتلكم الثانية. بون، هذه طويلة جات فولا كما راكم تشوفوا، هذه تلاق في سهرة، تلاق في خرجة، تلاق مع راجلك حاجة سبيسيال كيف كيف، سما تنجمي تلبسي واش حبيتي في الدار. بون، هذه السعر تاعها حتى هي 350، راح نقرب لكم، عفوا 380، راح نقرب لكم. هذه هي الحاجة اللي اثيرتني فيها، هو هذا الكولي اللي مداير منه ولا الموتيف ولا واش تسميوه. المهم كي لبستها عجبتني من لورا، سامبل فيها الفيرميتور كلير، تجي مضبوطة في من الفوق
ومن تحت تجي طويلة وعريضة. نتمنى تكون عجبتكم. شوفوا راح نفوتوا لغوب اللي بعدها، وهذه اللي ماما عجبتها بزاف بزاف سورتو في لا كولور بلانش. هذه شريت انا واختي زي بعضنا باسكو عطت لي في لي فوتو وعجبتني في لي فوتو، لقيتها باللي كي لبستها جاتني خير وخير، جاتني خير حتى من جوهره. بون هذه السعر تاعها 430. فولار تاعها بزاف مليح، ماشي هذاك اللي لي دارني شوا اللي يجي حرش هكا وخشين، لا هذه لا كاليتي تاعها توب. تجي عريضه من تحت كيما راكم تشوفوا، ومن الفوق عجبني السلسله هذيك اللي فيها جوغ هي اللي تحكم الرقبه. راح نقرب لكم ليها وتشوفوها. شوفوا حبيباتي من لهنا راح تجي هكا وتتغلق بيان سور من لورا. هاهو من الفيرميتور لهنا فيها إلاستيك، يعني ما تكوني لا تاي تاعك تكون من 38 حتى ل 44 تنجمي تلبسيها وتجيك توب. برك اللي صدرها يكون صغير بزاف شويه بصح توب. هي دركا راهي مكمشه باسكو كانت في الحوايج ومع لا فاليز وجات قافله عليها وتكمشت، بصح راح نخليها تطلق روحها راح تولي روعه. وش بقالي؟ بقالي وحده راح نزيد نعتها لكم قبل ما نعت لكم الاغوب الاخرى. راح نعت لكم هذا الكولي ولا سنسله ولا وش تسميوها، المهم هو كريستال يتلبس سورتو مع لي بول اللي بالكول. شوفوا هذا عجبني بزاف بزاف لدرجة اني انا اختي راح نقبضوا عليه. بون لو بري تاعو 80 ألف ما اظن، بصح يستاهل جا كلاس. هذا تاع فرنسا ما على باليش اذا يجيبوهم لهنا يجيبوا هذا النوع ولا لا. شوفوا كيفاش يتقفل، قالت لي باللي جابت من قبل اللي بالخيط جوبونس، بصح هذا عجبني روعة. شوفوا ديجا فلاكا تليفوني ما يبينش مليح مي راهو يبريي وباين طوب. ايماجيني تلبس مع حاجة نوار ولا بلو نوي ولا بلانش ولا يجي روعة. هذا البنات اللي لقاتو وين يتباع تقول لي ماذا بيها باسكو عجبني بزاف، سينو نشوف علي اكسبريس اذا كاين. راح نعت لكم لاغوب الاخرى. اخيرا وليس اخيرا هي هاد لاغوب اللي حتى هي جوبونس 330 ولا 50 مش فيتش باسكو الظرف ما مدت لها سوارد. بون هذه حكمتها برك خرج اختي قلبها شويه باسكو شفتهم قبلها، بصح راح نمدها لها كادو تاعي. المهم هذه ثاني جيميني كيما تاعي الاخرى مي من لورا بسام. شوفوا كيفاش تجي من لورا. بون انا خليتها قيستها وكل شيء ومن بعد قلت لها سي بون حكمتها. بصح خواتات لازم هكا نلعبوا مع بعضنا ومن بعد في الاخر ما عندنا غير بعضنا. بون حبيباتي هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى يكون الاعجابكم. نتمنى تكونوا ديتوا فكره باللي ما لازمش العروسه تدي غير قش الدار ولا قش برا، لازم تنجم مام لي غوب تاعها كي كانت جون في تنجم تديهم وتستعملهم في سهره ولا هي وراجلها عادي جدا. البنات بالنسبه لي قالوا لي بزاف البنات اللي قالوا لي على التصديره تاعي واش راح ندير وكل شيء. حبيباتي للظرف ما وجدت لي حتى حاجة لدرجة اني نخمم عرسي نأجله للخريف
باسكو نشوف فيها الخياطة ماهيش راح تكمل لي في ساعة، دونك قادر ارسي بعد قادر يتأجل ما يندرش في الصيف. على بالكم بلي ما نخلكمش اي حاجة، نحب نعطيها لكم. اذا حبيتوا تعرفوا وش حابة ندير، انا قلت لكم من قبل، واذا حبيتوا تعرفوا راح نزيد نقول لكم. هذه ما عندي حتى مشكل، برك لي موديل ما عنديش درك على هنا، باسكو خي على بالكم اللي يبيعوا قش هذا تاع العراس والخياطات ما يخليوكش تصوري. المهم البنات، نخليكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي ينال اعجابكم. ما تنساوش تشاركوا في صديقاتكم واخواتكم، وربي يهنيكم كامل. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.